مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. من بعد المشاكل والخلاف اللي صار بين ياسو تي في وماريانا غريب واللي حكينا عنه بالتفصيل بفيديو سابق، شاركت ماريانا ستوري على انستغرام اجابت فيه عن بوست متابعة دافعت عنها، حيث علقت ماريانا بي كأنه الحكي طالع مني وبرجع وبكرر ما عندي مشكلة مع اي حدا وانا لسه بحب الكل مثل قبل وبتمنى التوفيق والنجاح للطرفين. شو رأيكم أنتو شخصياً بكلام ماريانا؟ اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات. أما نورمال فشارك ستوري مع قمر مبارحة واللي أثار الجدل بشكل كتير كبير. يو جلادين، بكرة في فيديو أنا وقمر على قناة التاني، خليكم جاهزين على الساعة 4. خليكم جاهزين بكرة على الساعة 4. فنشر بعدها مدير الفريق محمد مار ستوري وكتب الجلادين إيد واحدة، حاج مشاكل وحاج تفرقة، كلنا هدفنا واحد وإيد واحدة، يا ريتكم فهمتوا شو قصدي. فهذا جاء بعد المشاكل اللي صارت بالفريق مؤخرا، ولكن انحلت عند الفريق، أما جزء كبير من الفانس فلسه عم يتخانى. أما نارين بيوتي وقبل سفرتها للسويد شاركت ستوريات جاوبت فيها عن تساؤلات المتابعين، فأول سؤال كان مام قررت تتزوجين؟ وإجابة نارين كانت عندك عريس؟ فنارين عم تبحث حاليا عن عريس، فيرجو الاتصال على الأرقام أسفل الشاشة. أمزح، خلونا نرجع للجد. أكدت نارين بيوتي أنه موعد نزول أغنيتها الجديدة رح يكون بشهر 12، يعني الشهر الجاي، وشاركت هالصورة من الفيديو كليب. كم نسبة حماسكم لأغنية نارين الجاية؟ أما نور ستار فعم بتحضر لعدد كبير من الفيديوهات مع عدد كبير من اليوتيوبرز بدبي، فمن بينهم أحمد أبو الروب ونارين بيوتي، ففيديو اليوم رح يكون مع نارين، حيث حيكون فيه فضائح مثل ما صرحت نور ستار. متحمسين لتشوفوا فضائح اليوم وفضائح نارين بيوتي؟ شاهدوا آخر فيديو رح ينزل عند نور ستار. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.